هنتكلم النهاردة عن البورصة. احنا قاعدين بنسمع نقول لك البورصة طلعت، البورصة نزلت. في ناس علاقتها بالبورصة فاهمة ان البورصة دي زي افلام زمان، راجل كان فقير قوي فلعب في البورصة فاغتنى وبقى حاجة كويسة قوي، او راجل تاني كان عنده فلوس وحاجة كويسة وبيتاجر في القطن، ونسمع كده الراجل بيكلمه الحق السهم نزل، السهم طلع، القطن نزل، القطن طلع، الراجل خسر، يقول اي قلبي ويقوم واخد بعضه وماشي. لا، البورصة نقول بقى باختصار ايه هي البورصة؟ سوق بيتقابل فيه البايع والمشتري، بس بمنتهى البساطة. طب البايع والمشتري دولت، طب ليه ما نقولش السوق بدل ما نقول كلمة بورصة؟ والله سنة 1881 كان في واحد خواجة كده قاعد في النمسا اسمه جيكول ديلا بورس، اسمه كده ديلا بورس. الراجل ده كان بيجي يقعد على المينا يجيب حاجته تتباع للناس المراكب اللي معدية من عندهم هناك، وهو كمنه كان عازب وقاعد فاضي و24 قرات مروش حاجة، فقاعد طول النهار على الدكة للحاجة تتباع بتاعته، بينام جنب خيمته اللي بنيها. فجي صلاح اتعلم منه، وعلي ومحمد وزيد وعبيد اتعلموا منه، بقوا يجوا يبيعوا ويروحوا ويجوا. طيب الراجل كمنه قاعد مدة طويلة، الناس التانيين عندهم مصالح تانية، فبقوا يقولوا له والنبي خد البضاعة بتاعتنا دي خليها عندك، ولما يجي المركب يبقى بيعها واديني الفلوس، وهم يروحوا يبعدوا ويجوا، يروحوا مشاورهم يجوا. بقى الراجل وهو بيبيع للمراكب ويدي للناس فلوسها يسأل المركب انتوا المرة الجاية جايين امتى؟ يقولوا له جايين مثلا بعد شهر. طب محتاجين ايه احضره لكم؟ يقول له والله حضر لنا زيتون محتاجينه، والله حضر لنا برتقان محتاجينه، والله محتاجين فراخ، والله محتاجين لحم، اي حاجة. يبتدي الراجل يحضر الكلام ده من الناس، هو بقى يقوم يشتريه من الناس ويحضره لما يجي دولت يبيعه. فالناس عرفوا دولت فبقوا يتقابلوا عنده. قام الراجل الكشك بتاعه عمله زي قهوة كبيرة، بقت القهوة دي الناس تقول لك رايحين لمين؟ لزي بورس، علشان نشتري من عنده أو نبيع له، أو نعرف السعر النهاردة كام اللي هو هيشتري بيه، لأن هو اللي بيحدد السعر. فبقى ها بقت البورصة اللي موجودة. بقى البورصة بتحدد الأسعار ليه؟ جميع البياعين اللي جايين يبيعوا جايبين منتجاتهم وجايين، اللي جاي يشتري موجود عنده. طيب لو العرض اللي موجود البيع عندي 6 طن موجودين طماطم، واللي جايين يشتروا جايين يشتروا والله في حدود 2 طن، يبقى معناها سعر الطماطم هينزل. طيب لو قلبنا الحاجة، انا عندي 2 طن طماطم واللي جايين يشتروا عاوزين 6 طن، يبقى السعر هيعلى. ليه؟ اغلى ناس هتدفع فلوس زي المزاد، انا اللي هاخد منه. فده اللي بيحدد الاسعار. بالمناسبة بقى مصر كان عندها أقدم بورصة سلعية موجودة في المنطقة، كانت بورصة القطن في اسكندرية، وكانت بورصة البصل اللي هي مينا البصل بتاعت اسكندرية. دي حاجة. حاجة تانية، نرجع لبورصتنا اللي موجودة. احنا اشتغلنا في البورصة بنتاجر في حاجة واحدة بس، أسهم الشركات. ما الشركات دي برضو سلعة بتباع وبتشتري. بدل ما بشتري طماطم أو بشتري بورصة الدواجن أو بشتري حبوب أو بشتري قمح او بشتري خيار او بصل او خلافه، بشتري وبيع في اسهم الشركات اللي موجودة. طب كويس قوي، يعني هي دي البورصة. البورصة ناس جايين، صلاح عاوز يشتري اسهم في شركة سين اللي موجودة، فابتدي لو انا وعلي والناس دولت كلنا طالعين نشتري من سين، وسين مش عارضة الا اسهم قليلة، كلنا هنزيد على بعضنا لحد السعر ما يرتفع. طب شركة سين دي عارضة اسهم كتيرة، واحنا مش عاوزين اللي حاجات بسيطة، هنشتري في صاد، فتلاقي سعر سين بينزل. في الاخر خالص نهاية اليوم البورصة المصرية عندها ايه بقى؟ هل انا اروح اشتري اي سهم في اي شركة؟ لا والله، عاملين جدول الشركات المقيدة في البورصة، لها شروط علشان تتقيد، علشان انا ما اروحش في شركة تكون خسرانة او ما اعرفش عنها حاجة ويعني يضحكوا عليا. فالحكومة، اي حكومة في العالم، هي بتعمل الاطار التنظيمي، تقول والله الشركة دي اراجع عليها ايراداتها قد كده، بتنشر ميزانياتها ولا لا، مسددة الضرائب ولا لا، عمالها عندهم تأمينات ولا لا، عاملة ارباح ولا لا، ارباح قد ايه، السهم بتاعها ده يسوي كام في السوق في الاول قبل ما تأيده، تقول دي يسوي كام، وبعد كده يطلع وينزل وفقا لايه؟ للحاجة بتاعتهم اللي موجودة. يبقى الحكومة بتحدد لي ايه هي الاطار اللي موجود انا اشتري وبيع فيه. مصر في بورصتها 250 شركة، ودي اسمها بورصة الاوراق المالية.
ونتقابل في كبسولة بكرة نتكلم في حاجات تانية عن البورصات الأخرى.